تحظى العلاقات المصريه الاماراتيه باهتمام كبير من قبل البلدين على كافه المجالات السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه. وتاتي العلاقات بين القاهره وابو ظبي انعكاسا للتوجهات الحكيمه لقيادتي البلدين وتتمثل في مواقف واضحه في مواجهه التحديات الاقليميه المرتبطه بارساء السلام ودعم جهود استقرار المنطقه ومكافحه التطرف والارهاب وتعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات. علاقات عميقة الجذور قائمة على الوعي والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية تلك هي العلاقات المصرية الإماراتية ويحظى البلدان بحضور ومكانة دولية خاصة مع ما تتميز به سياستهما من توجهات حكيمة ومعتدلة ومواقف واضحة في مواجهة التحديات الإقليمية المرتبطة بإرساء السلام ودعم وهود استقرار المنطقة ومكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات وشهدت تلك العلاقات تطورا كبيرا ونوعيا في المجالات السياسيه والاقتصاديه والامنيه والعسكريه وغيرها خصوصيه العلاقات بين القاهره وابو ظبي وصل ذروتها خلال الفتره الحاليه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وانعكس ذلك في الزيارات المتبادله والمتكرره لقاده الدولتين في اطار توطيد العلاقات المشتركه وتعزيز التعاون في كافه المجالات زيارات تبرز مدى عمق استثنائيه العلاقات المصريه الاماراتيه التي تمتد جذورها الى الراحل العظيم الاب المؤسس الشيخ زايد ال نهيان لتزداد عمقا ورسوخا في عهد الرئيس السيسي ولتصبح النموذج الابرز للعلاقات العربيه العربيه القادره على مواجهه جميع التحديات في مختلف المجالات. وعلى صعيد السياسة الخارجية، شهدت السنوات الأخيرة تنسيقا وثيقا حيال القضايا الرئيسية مثل القضية الفلسطينية والعراقية واللبنانية والليبية واليمنيه والسورية، فهناك تقارب كبير في الرؤى والمواقف السياسية تجاه القضايا الاقليمية، الرؤية المشتركة بين البلدين يتجسد بعضها في أهمية التسوية السياسية لتلك الأزمات حقنا للدماء. وحفاظا على مقدرات الشعوب وصونا للسلامه الاقليميه للدول العربيه وحفاظا على وحده الاراضي العربيه وسلامتها ويتفق البلدان كذلك على ضروره تكثيف العمل العربي المشترك والجهود الدوليه للتوصل الى حلول سياسيه لكافه الازمات الاقليميه خاصه جهود مكافحه الارهاب والعمل على وقف تمويل الجماعات الارهابيه وتوفير الغطاء السياسي والاعلامي لها فضلا عن وقف امدادها بالسلاح والمقاتلين